التسعة، عندنا بعد التسعة من أبو ياسين. السلام عليكم. السلام عليكم أخ ياسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يشكرون علينا دائما باننا مشركون، واستشهد بقصه امر الله عز وجل ابليس بالسجود لادم، فاستكبر وابى ان يسجد، وذلك لاستشكاله على الله بان هناك عدم حكمه من الله بانه يسجد لهذا المخلوق وهو افضل منه. فيقول: هل البكريه يتعاملون معنا بمنطق إبليس بإشكالهم علينا بحب أهل البيت وتقديرهم وتقديسهم؟ فهل هو نفس منطق إبليس الذي استشكله على الله، فهم يستشكلون علينا بحبنا لأهل البيت سلام الله عليهم؟ نعم، هم يتكلمون في منطق إبليس، ويا ريت أقدر أطلع له الآن. ما متأكد أنه أقدر في هذه العجالة أن أطلع له كلام لأحد علمائهم يعتبر إبليس سيد الموحدين، لأنه الوحيد الذي رفض أن لا يسجد إلا لله. هذا موحد، يعني إبليس كان وخابي عدل، خوش وخابي كان، ما يقبل ابدا يخلي وسيط بينه وبين الله، ما يقبل، ما يخلي وسيله بينه وبين الله تعالى. قال له الله عز وجل: اسجد لادم. ما قبل له من ادم: انا اسجد لك الك، صحيح انا موحد، اما اسجد لبشر، لمخلوق مثلي، ليش اسجد؟ ليش اسجد لبشر؟
فأكو قول لطيف لأحد علمائهم، هذا القول فيه أنه أنه إبليس سيد الموحدين. إن تروح إلى الأسئلة الأخرى إذا أنا حصلت هذا أعود وأجيب وأذكر عن هذا الكلام. نعم سمعت الشيخ. عندنا الأخ أحمد المالكي من السويد، طبعا بالبداية استشهد بقصة أبو بكر عندما أراد أن يقتل أمير المؤمنين، فأمر خالد بن الوليد عليهما لعالم الله بأن يقتل أمير المؤمنين عندما يصلي أمير المؤمنين. فحس يعني فكر أبو بكر و أنا حصلت تندم على فعلته. كان يجاوب على السؤال بعدين نجاوب على الأخ أحمد المالكي. كان يكمل السؤال أبو ياسين وإن شاء الله نجاوب على أحمد المالكي إن شاء الله. القول ابن حجر العسقلاني يذكره في لسان الميزان الجزء الأول الصفحة 294 عن أبي الفتوح الغزالي الشافعي، زين، من علماء الشرافع أو الشافعية، يقول إن إبليس سيد الموحدين، من لم يتعلم التوحيد من إبليس فهو زنديق، لأنه أمر أن يسجد لغير سيده فأبى. تعلموا من إبليس، إمامكم إبليس.